انتوا المفروض المره اللي فاتت وقفتوا مع دكتوره شيماء في التركيب النيوكليك اسيدز عند البرايمري ستراكشر اللي هو ازاي النيوكليوتيدز بتمسك في بعضها وتعمل التركيب الاساسي او البرايمري بتاع الايه النيوكليك اسيد. النهارده بقى احنا هنكمل زي ما عملنا في البروتين وخدنا ان في برايمري الاول وبعد كده بيبدا يتلف ويعمل اشكال تانية، هنعمل نفس الكلام النهارده في الدي ان ايه ونحاول ايه نعقد او نكلكع الاستراكشر شويه. طيب نفتكر كده مع بعض بس الاول النيوكليك اسيدز كانت عباره عن ايه، يا اما دي ان ايه يا اما ار ان ايه. طيب المفروض الدي ان ايه كده انتوا خدتوا عنه البدايه بتاعته. طيب خلينا ندي فكره سريعه كده عن الاستراكشر. المفروض بيبقى في عندي في برايمري استراكشر وفي سكندري وفي تيرشري، تمام؟ هنلاقي في ناس هتلاقوا كتب او مواقع بتقول ان في تيرشري او كواترنر، يعني ساعات ناس بتسميه تيرشري وساعات ناس بتسميه كواترنر، مش هنختلف عليها كتير. المهم ان بعد السكندري بيبقى في حاجه ثانيه في الكتاب عندنا احنا مسميها ايه تيرشري، ان هو لما بيبقى فولدد اكتر بنسمي ده ايه تيرشري. طيب لو بصينا مع بعض كده هتلاقوا البرايمري اللي هو ايه سلسله النيوكليوتيدز اللي على الشمال خالص، دي نيوكليوتيدز ماشيه ورا بعضها، ده كده ايه التركيب البسيط او البرايمري. بعد كده بنبدا ناخد شريطين من النيوكليوتيدز دي ونحطهم مع بعض يمسكوا في بعض ونلفهم في شكل ايه حلزوني اللي هو الرايت هاندد هيليكس، ده بنسميه ايه سكندري ستراكشر. بعد كده بمسك السكندري ستراكشر نفسه وببدا الفه حوالين بروتينز اللي هي الكور الخضراء دي، يعني شايفين ده السكندري اهو، بدات الفه حوالين ايه الكور الخضراء دي واعمل حاجه اسمها نيوكليوزومز، ده كده ايه بدايه التيرشري ستراكشر. ده المفروض البرايمري اللي انتوا خدتوه. عرفنا ان البرايمري ستراكشر عباره عن نيوكليوتيدز ماسكين في بعض، النيوكليوتيد نفسها بتبقى عباره عن ايه شوجر وفوسفيت وطالع منهم ايه نيتروجينس ايه بيز. طيب نبدا بقى في السكندري ستراكشر. السكندري ستراكشر احنا قلنا بيبقى عباره عن ايه شريطين من البرايمري ستراكشر، يبقى انا جبت شريط من النيوكليوتيدز وشريط تاني من النيوكليوتيدز وبدات اعمل فيهم ايه اخليهم يمسكوا مع بعض بهيدروجين بوندز. يبقى دلوقتي انا عندي في شريط اهو وفي شريط اهو، المفروض ان ده شوجر فوسفيت وده شوجر فوسفيت وكل واحد منهم بيطلع منه ايه نيتروجين بيز. فبيقول لي ان في السكندري ستراكشر كل نيتروجين بيز بتبقى مكمله للي قصادها. لو فاكرين الكلام ده من ثانوي كنا بنقول ان الاي بتكمل التي والسي بتكمل الجي، الاي والتي بيبقى بينهم اثنين هيدروجين بوند، السي والجي بيبقى بينهم ايه ثلاثه هيدروجين بوند. ده كده السكندري ستراكشر. فهو بيقول لي شويه خصائص عنه. اول حاجه بيقول لي ان الشريطين دول انتي بارلل لبعض. يعني ايه انتي بارلل؟ يعني واحد فيهم من 5 ل 3 الثاني ايه من 3 ل 5، فماشيين بدايه ده من هنا وبدايه ده من هنا، فمش ماشيين متوازيين، لا عكس بعض، تمام؟ دي اول نقطه. ثاني حاجه ايه الكاركتر اللي بتميز السكندري ستراكشر؟ زي ما قلنا ان في بيز بيرنج، ان كل نيتروجين بيز عامله ايه بيرنج مع اللي قصادها واللي بيمسكهم في بعض الهيدروجين بوند، وان البيرنج ده لازم يكون كومبلمنتري، لازم كل واحده تمسك مع بتاعتها، ما ينفعش الايه تروح مع السي، ما ينفعش التي تروح مع الجي، لا لازم الايه مع التي والسي مع الجي، تمام؟ رابع حاجه عنه بيقول لي ان هو بيبقى عامل زي السلم الحلزوني. انا الشريطين بعد ما خليتهم يمسكوا بالهيدروجين بوندز مع بعض ببدا الفهم بشكل ايه رايت هاندد هيليكس زي ما كنا بنعمل في الايه في البروتين. عايزه اجيب حاجه بروتين وابدا الف عليه الايه سكندري ستراكشر بتاعي، يبقى انا دلوقتي كان الاستيكه دي الايه البروتين او القلب بتاع الايه الشريط، وهبدا الف عليها الشريط وهو متني وملفوف حوالين نفسه كده، وهبدا الفها حوالين ايه حوالين دي كده. اللي انا عملتها دي اللي هي القلب والشريط الملفوف حواليه بسمي دي نيوكليوسوم، يبقى الوحده الجديده دي اسمها ايه نيوكليوسوم، دي بدايه التيرشري ستراكشر، تمام؟ طب هل انا هعمل نيوكليوسوم واحده؟ لا، المفروض اخد كل الاساتيك اللي معانا واقعد اعمل ايه بين كل نيوكليوسوم والثانيه حته وابدا اعمل نيوكليوسوم جديده وهكذا لحد الشريط كله ما يتلف في شكل ايه كلاكيع كبيره كده اسمها ايه نيوكليوزومز، تمام؟ طيب بعد انا ما عملت النيوكليوزومز دي هل خلاص هسيبه كده؟ لا. طب انا عمال اعمل اصلا في الدي ان ايه كل ده ليه؟ ليه عمال الفه واجمعه؟ عشان هو تمام، عشان هو طويل قوي، فانا عايزه اعمل له كوندنسيشن واعمله في شكل كروموزومز وادخله جوه النيوكليوس، فعشان الم كل الطول ده لازم اعمل كل الايه اللف والاستراكشرز دي. يبقى كده انا عملت نيوكليوزوم اهي، المفروض ان انا لو معايا استيكه ثانيه هعمل كده ايه نيوكليوزوم كمان وهكذا، يبقى الشريط كله بقى عباره عن ايه نيوكليوزومز جنب بعضها زي ما احنا شايفين هنا كده. يبقى ده الدبل هيليكس اهو، بدات الفه حوالين بروتينز، البروتينز دي اسمها هيستونز،
واعمل ايه؟ واعمل كلاكيع كده اسمها نيوكليوزومز. طب بعد كده هعمل ايه في النيوكليوزومز دي؟ هبدأ الفها جنب بعضها، يعني الف ده نفسه، اخلي كل كام نيوكليوزوم عاملين حلقة والف تاني. يبقى انا كده عملت شريط تخين وعمالة برضه الف فيه لحد ما عملت ايه؟ لفة جديدة من النيوكليوزومز بقى، مش من النيوكليوتايدز، تمام؟ بعد كده بمسك كل الشريط ده والفه حوالين نفسه، يبقى كل كويل عمال اعمل لها ايه؟ كويل تانية. فبسمي اللفات اللي انا عاملاها للفات دي سوبر كويلز. يبقى الاول كان في كويلز بسيطه، بعد كده بقى في سوبر كويلز، يعني انا عامله لفه من اللفات نفسها، فاهمين؟ ده كده ايه؟ التيرشري ستراكشر. بفضل اعمل كده لحد ما ايه؟ مصغر الحجم قوي واخليه في شكل ايه؟ الكروموزومز اللي احنا عارفينها، اللي هي بتبقى ايه؟ اتنين كروماتيدز ماسكين في بعض. طيب في حته عايزين نقولها بس هنا عن النيوكليوزومز. شايفين لما قلنا ان احنا حطينا الاستيكه دي ولفينا عليها الدبل هيليكس كده، شايفين هي دي المنظر بتاع الحته اللي انا لفيتها. ايه المنظر ده؟ عندي جزء من الدي ان ايه لافف حوالين بروتين. البروتين ده مش قطعه واحده، البروتين ده مجموعه من الهيستونز. هو البروتينز دي اسمها هيستونز. فانا بجيب 8 من الهيستونز واعملهم ايه؟ ماسكين في بعض والف حواليهم. فعشان هم 8 بسميهم اوكتاميريك، يعني حاجه فيها 8 وحدات او 8 سب يونتس. ايه الثمانية سب يونتس دول؟ بسميهم H2A، H2B، H3، H4. يبقى انا عندي من H2 ل H4 في 2A، 2B، 3، 4. طب امال H1 راحت فين؟ بيقول لي ان انا بعد ما لفيت الدي ان ايه حوالين الهستون ده، خايفه لحسن اللفه دي تتفك، فبعمل ايه؟ بجيب حاجه زي مشبك كده، نوع من البروتين بيثبت لي الدي ان ايه هنا في مكانه، النوع ده هو ال H1، تمام؟ يبقى انا في عندي كور، في عندي قلب لافف حواليه الشريط، وفي عندي بروتين ثاني ماسك وقافل على الايه؟ النيوكليوزوم دي. يبقى انا كده عندي جزئين، واحد في الكور مكون من كام بروتين؟ 8. 2 من الاتش اي 2 اي، و2 من الاتش 2 بي، و2 من الاتش 3، و2 من الاتش 4، تمام؟ ده كده الثمانيه اللي في القلب. امال اتش 1 فين؟ اتش 1 بتبقى موجوده بره ماسكه الايه؟ ماسكه الدي ان اي عشان الاستراكشر ده ما يتفكش. دي كده كل نيوكليوزوم لوحدها. بعد ما عملت النيوكليوزوم لوحدها، رجعت خدت ايه؟ كل نيوكليوزوم وحطيتها مع الثانيه عشان اعمل ايه؟ هيليكس جديد. الهيليكس الجديد بتاعي كل لفه منه فيها ايه؟ فيها نيوكليوزومز ثانيه. فاهمين الفكره؟ يبقى انا مش النيوكليوزوم لوحدها وخلاص، لا، بدات اعمل النيوكليوزومز دي في صوره ايه؟ هيليكس جديد. فاهمين الجزء بتاع البروتين كور ده؟ طيب بيقول لي دلوقتي اهو، لو حبينا نقراها مع بعض كده، ايه النيوكليوزومز دي؟ دي الفاندمنتال ريبيتنج يونتس، وحدات متكرره of eukaryotic كروماتين that is used to pack large eukaryotic genome into nucleus. يبقى هي اللي بتخليني اعرف اضغط الجينوم او الدي ان ايه الكبير ده وادخله جوه الايه؟ النيوكليوس. بتتكون من ايه؟ segment of دي ان ايه، يبقى في قطعه دي ان ايه wrapped around histone protein، ملفوفه حوالين histone protein. البروتين اللي في النص ده بسميه الايه؟ الكور. الكور بتاعي عباره عن ايه؟ 8 هيستونز. طيب بيقول لي ان الهيستون بروتين ده ريتش ان بيزك امينو اسيدز. طب هتفرق معايا في ايه ان البروتين اللي جوه ده يكون فيه بيزك امينو اسيدز؟ مش انا عندي الاستراكشر بتاع دي ان ايه والنيوكليوتايدز نفسها فيها شحنات موجبه ولا سالبه؟ فيها فوسفيت، الفوسفيت شحنتها ايه؟ سالبه. وانا عندي هيستونز جوه فيهم بيزك امينو اسيدز، البيزك موجبه، فكده انا خليت حاجه موجبه مع حاجه سالبه عشان اقدر اخلي الاستراكشر ده ايه؟ يمسك في بعضيه والنيوكليوزوم تبقى ثابته في مكانها. طيب ده كده بالنسبه للايه؟ للبروتين اللي في النص. طيب الدي ان ايه اللي لافف حوالين الكور ده عباره عن ايه؟ ده تقريبا 147 بيز بير، يعني الشريط الدبل هيليكس اللي لافف حوالين الكور بروتين تقريبا في 147 ايه؟ بيز ورا بعضها، تمام؟ دي بس ايه شويه يعني تفاصيل بقى في الاستراكشر ماشي ازاي. الجزء اللي في النص ده عباره عن ايه؟ هيستون اوكتامر، في 8 هيستونز اللي هم ايه؟ 2 من كل واحده من اللي قلناهم دول. 2 من الاتش 2 اي، 2 من الاتش 2 بي، 2 من الاتش 3، 2 من الايه؟ من الاتش 4. طيب بين كل نيوكليوزوم والثانيه، مش انا دلوقتي عايزه احط نيوكليوزوم واحط واحده ثانيه جنبها واعملهم في صوره هيليكس كده، فبيقول لي الجزء اللي في النص ده من الدي ان ايه موصل ما بين النيوكليوزوم دي والنيوكليوزوم دي بسمي ده لينكر دي ان ايه. مجرد بس ايه؟ الحته اللي في النص اللي انا ايه؟ مش عارفه الفها عشان ابدا النيوكليوزوم اللي بعدها. فالجزء اللي في النص اللي مش ملفوف حوالين الكور هيستون، اللي هي الشريطه اللي بتوصل بين كل نيوكليوزوم والثانيه، بسميها ايه؟ لينكر دي ان ايه. بس بعد كده بيفضل يحصل بقى سكسيسيف كويلنج، افضل الف نيوكليوزوم دي كويلز جديده لحد ما اوصل لايه؟ لتركيب الكروموزوم او الدي ان ايه.
طيب بص على الفيجر ده كده، عندنا اهو الدبل هيليكس، بدا الدبل هيليكس يتلف حوالين الهيستون بروتينز يعمل نيوكليوزومز، بدات النيوكليوزومز نفسها تتلف في صوره هيليكس وتعمل ايه فايبر طويل، بدانا نلف الفايبر ده كمان وكمان لحد ما وصلنا لايه للكروموزومز. هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بس معلومه، الكروموزومز دي عددها كام؟ معلومه كلنا عارفينها. في حد عارف الكروموزومز عددها كام؟ في ناس بتقول 46 وناس بتقول 23. يا سلام، حاجه جميله. يبقى دلوقتي عندي على حسب، هل انا في سوماتيك سيل في خليه جسديه ولا في ايه؟ في سبيرما او اوفم. لو انا في خليه جسديه هيبقى في كام كروموزوم؟ 46، او بنسميهم 23 بيرز، 23 زوج. تمام؟ في حد وقع منه المعلومه دي؟ طيب لو في خليه مثلا زي الاوفم او السبيرم هلاقي لا 23 انديفيديوال مش 23 بير، زي الايه؟ زي الشكل ده. لو انا فردت الكروموزومز اللي جوه النيوكليوس بتاع اي خليه سوماتيك عندي هلاقي فيها 2 ان، من كل كروموزوم فيه 2، زي الايه؟ زي الشكل ده اللي هم 46 او بسميهم 23 بيرز. لو فردت خليه جيرم سيل هلاقي فيه 23، بس 23 ايه؟ سنجل او ايه؟ كروموزومز مش بير. طيب بصوا كده على الفيديو ده هيوريني الاستراكشر كده ايه وهو بيتلف بشكل ايه مجسم، يمكن ايه يبقى الدنيا اوضح شويه. Tagging the DNA into chromatids is essential for cell division. Think of chromatids as two rolls of tightly wound thread versus the thread being randomly spread out all over your room. The DNA thread is further packaged around protein complexes called histones, which are stacked into structures called nucleosomes. Now, let's have a look at the DNA itself. As you already know, DNA consists of two strands of molecules that form a twisted double helix. Each strand is composed of several million building blocks called nucleotides. This 6 billion nucleotide long code contains all the information for copying and maintaining the cell. طيب احنا كنا بنقول ان الدي ان ايه ده هو الماده الوراثيه بتاعتنا، او هو اللي شايل ايه الجينز اللي انا هعمل منها حاجات في الجسم. طيب الار ان ايه ده وظيفته ايه؟ تمام، يبقى دلوقتي الار ان ايه وظيفته ان انا هعمل الار ان ايه ده اصلا من الدي ان ايه، يعني هو انكودد وليه جينز موجوده في الايه في الدي ان ايه، باخد الجينات اللي في الدي ان ايه واحوله الار ان ايه. طب انا عايزه الار ان ايه ليه؟ عشان اصنع منه البروتين، عشان في الاخر البروتين هو اللي هيعمل الوظائف او الفانكشنز اللي انا عايزاها ايه جوه الخليه. طيب اول حاجه عايزين نقول شويه فروقات كده بين الدي ان ايه والار ان ايه. كلنا عارفين ان الدي ان ايه كان كام ستراند؟ دبل ستراند. الار ان ايه بيبقى سنجل ستراند بس، هيبقى شريط واحد بس. طيب بالنسبه للنيوكليوتايدز، مش انا كنت بقول النيوكليوتايد دي عباره عن ايه؟ شوجر وفوسفيت ونيتروجين بيز. هل في اختلاف في الشوجر ما بين هنا وهنا؟ في ولا فيش؟ الشوجر في الدي ان ايه بيبقى ايه؟ دي اوكسي رايبوز. في الار ان ايه بيبقى رايبوز. طيب هل في فرق في النيتروجين بيزس؟ ايه اللي بيبقى موجود؟ يا سلام، احنا مذاكرين المحاضره والله يا جماعه. احنا دول النيتروجين بيزس في الدي ان ايه عباره عن ايه؟ السي والجي والاي والتي. طيب في الار ان ايه هتبقى ايه؟ بدل التي هيبقى فيه ايه؟ يو. تمام. طيب في ثلاث انواع اساسيه عندي من الار ان ايه، يعني في انواع ثانيه بس احنا مش هندرسها، احنا عايزين ثلاث انواع الاساسيه اللي هي ايه؟ التي ار ان ايه والار والماسنجر. تمام، يبقى عندي ثلاث انواع اللي هم ايه؟ الماسنجر والرايبوسومال والايه؟ والترانسفير. طيب اللي احنا هنزود فيه شويه النهارده شرح تركيب كل واحد من دول، يعني احنا عارفين الماسنجر بيعمل ايه، عارفين الترانسفير، عارفين الرايبوزوم دي اللي هي بتصنع البروتين، بس عايزين ناخد شويه تفاصيل في تركيب كل واحد فيهم. اول حاجه بالنسبه للايه؟ للماسنجر ار ان ايه. ايه وظيفه الماسنجر ار ان ايه، او هو بيجي منين اصلا؟ بيجي من الدي ان ايه. يبقى انا في عندي معلومات في الدي ان ايه عايز احولها لايه؟ لماسنجر ار ان ايه. العمليه دي بسميها ايه؟ ترانسكريبشن، ان انا بنسخ الدي ان ايه واحوله لايه؟ لماسنجر ار ان ايه.
فهنا عندي هلاقي الشريط ده طالع من الدي ان ايه، يبقى انا خدت واحد من شريطين الدي ان ايه وعملت له ايه كومبلمنتري، يعني خدت البيزس اللي فيه وعملت البيزس اللي قصادها وصنعت حاجه اسمها الماسنجر ار ان ايه. طيب النيوكليوتيدز اللي موجوده في الماسنجر ار ان ايه دي بتبقى عباره عن ايه؟ هل بتبقى ليها ترتيب عشوائي كده؟ لا، بيقول لي ان كل 3 نيوكليوتيدز ورا بعض بسميهم ايه؟ كودون. يبقى بسمي كل 3 نيوكليوتيدز ورا بعض كودون، او دول ايه؟ كود لامينو اسيد. يعني ايه كودون؟ يعني حاجه هي كلمه السر بتاعه الامينو اسيد اللي هيتصنع. يبقى كل 3 من دول شايفين مثلا اول 3 هنا الاي وجي قال ان هي ايه؟ كودون لامينو اسيد اسمه الميثايونين. بعد كده عندي 3 نيتروجين بيزس تانيين ورا بعض هنا مثلا الجي وسي قال لي دول بتوع الفالين وهكذا. يبقى كل 3 من النيتروجين بيزس اللي في المسنجر ار ان ايه هيبدا الجسم يترجمهم لايه؟ لامينو اسيد. هو المسنجر ار ان ايه يعني مش هنقول عنه اي معلومه اكتر من كده، هو عباره عن كودونز والكودونز دي هتترجم لايه؟ لامينو اسيد. شايفين دلوقتي عندي هنا ايه؟ ده الدي ان ايه اهو الدبل هيليكس جوه النيوكليوس، تمام؟ بعمل ايه؟ بفك الدي ان ايه اللي كان كويلد ده وافصل الشريطين عن بعض. طب ليه عملت كده؟ عشان اخد كل واحد منهم واعمل له ايه؟ ماسنجر ار ان ايه كومبلمنتري او مكمل ليه. يبقى انا دلوقتي فكيت الدي ان ايه وبدات اعمل ايه؟ اركب البيزس اللي قصاده عشان اعمل الماسنجر ار ان ايه. طب الماسنجر ار ان ايه هل هيفضل هنا جوه النيوكليوس؟ لا، بيبدا يخرج الى الايه؟ السيتوبلازم. يخرج في السيتوبلازم عشان يلاقي ايه؟ يلاقي الريبوسوم، يبدا يقف جوه الريبوسوم. الريبوسوم ده عنده انزيمز وعنده حاجات بتتعرف على الكودونز دي، تشوف الثلاثه نيتروجين بيزس اللي ورا بعض مكملين لانهي تي ار ان ايه، مين الناقل اللي هيجي، وكل تي ار ان ايه يجي وشايل امينو اسيد، ويبدا الريبوزوم يركب الامينو اسيد دي في سلسله ويطلع لي ايه؟ سلسله البروتينز. هنجيب كل واحده من دول تاني دلوقتي. يبقى كده مبدئيا انا عرفت ان الماسنجر ار ان ايه جاي منين؟ مكمل لشريط الايه؟ الدي ان ايه. طب الماسنجر ار ان ايه ده عباره عن ايه جنب بعضها؟ كودونز. كل كودون مكونه من كام نيوكليوتايد؟ 3 نيوكليوتايد، والثلاثه نيوكليوتايد دول هيبقوا بيرمزوا لايه؟ لامينو اسيد هيجي ايه؟ يقف فيها. طيب ده تركيب الايه؟ التي ار ان ايه. مش انا دلوقتي عندي الماسنجر ار ان ايه وانا عايز احول الماسنجر ار ان ايه ده لامينو اسيدز، اخلي كل 3 اللي هم الكودونز دول كل 3 نيتروجين بيزس يبقى قصادهم امينو اسيد. مين اللي هيجيب الامينو اسيدز ويحطها لي في السلسله؟ التي ار ان ايه. التي ار ان ايه اللي هو الترانسفير ار ان ايه. شايفين هو المفروض ان هو حاجه، شايفين الاستراكشر اللي على اليمين خالص فوق هو عباره عن شريط سنجل من الار ان ايه وبدا يلف حوالين نفسه بطريقه غريبه كده، فهو تركيبه ايه؟ معقد شويه. فهم تبسيطا للتركيب ده عملوه في شكل ايه؟ ورقه شجره اللي هي الكلوفر ليف اللي هي تقريبا ورقه البرسيم او حاجه، بتبقى عباره عن ايه؟ حاجه ليها عصايه طويله وليها 3 جوانب الورقه كده. فهم ابسط تركيب لاقول الدي للترانسفير ار ان ايه ان هو يبقى شكل الورقه دي، ليه 3 ستراكشرز كده على جنب وليه ايه زي فرع طالع فوق. هو ده اللي يعني الجديد شويه اللي احنا ممكن نتكلم فيه النهارده. طيب احنا قلنا ان ده ار ان ايه. الار ان ايه بيبقى عباره عن ايه؟ سنجل ستراند، صح ولا لا؟ طيب هو طب هو المنظر اللي انا شايفاه ده سنجل ستراند ولا دبل؟ تمام، يبقى هو سنجل ستراند وكل حاجه بس لافف حوالين نفسه. ادي البدايه بتاعته هنا عند الفايف والنهايه بتاعته عند الايه؟ الثري برايم. ماشي من الفايف لحد الثري كده ايه؟ سنجل ستراند. عشان السنجل ستراند ده قرب ولف حوالين بعضيه بدا يحصل بينه ايه؟ بينه وبين بعضيه بونز. يبقى بدا السنجل ستراند نفسه ماسك في نفسه. لكن المنظر اللي انا شايفاه ده مش دبل ستراند، هو نفس الستراند بس ايه؟ عامل ايه؟ بيس بيرنج مع نفسه. يبقى زي ما قلنا هو ليه 3 لوبس، في 3 اماكن بارزين او مدورين كده، وليه ايه؟ ستيم او فرع طالع. عايزين نقول كل واحد من الاجزاء دي وظيفته ايه؟ اول حاجه عندي ال 3 برايم بتاعته دي فيها هيدروكسيل جروب. ايه وظيفه ال 3 برايم هنا بتعمل ايه؟ هي دي المكان اللي بيمسك الامينو اسيد. فشايفين الامينو اسيد اللي فوق ده هيجي ويمسك فين؟ هنا. طب ازاي الترانسفير ار ان ايه بيختار الامينو اسيد؟ هيمسك اي امينو اسيد؟ تمام، يبقى في عندي هنا حته تحت اسمها انتي كودون لوب. الجزء ده فيه بيبقى فيه 3 نيوكليوتايدز، الثلاثه دول مكملين للنيوكليوتايدز اللي على الايه؟ الماسنجر ار ان ايه. يبقى ده انتي كودون، واحنا كان عندنا كودون، الكودون كان في الايه؟ في الماسنجر. فانا دلوقتي عندي 3 نيوكليوتايدز مكملين للثلاثه دول.
فاول ما التي ار ان اي بيجي ويقف عند الايه الماسنجر بيبدا يتعرف على الايه الكودون اللي موجود، والانتي كودون يمسك فيه، فخلاص عرف ان هو ده كده ايه الامينو اسيد بتاعه هو بتاع الكودون ده. يبقى كل كودون من الماسنجر ار ان اي مكمل للانتي كودون اللي ايه اللي في التي ار ان اي، تمام؟ يعني مش اي تي ار ان اي شايل اي امينو اسيد، لا، على حسب الايه الكودون والانتي كودون اللي تحت ده. طيب ده بالنسبه للايه للستيم اللي فوق. ايه بقى اللوبس دي؟ في واحد منهم احنا قلنا اللي تحت ده فيه الانتي كودون اللي بيتعرف على الايه على الماسنجر ار ان اي. ايه اللوبس اللي في الجنب دي؟ هي عباره عن نيوكليوتايدز عادي ماشيه. طب ليه بنتكلم عنها؟ مسميين اللوب اللي هنا ده دي لوب، ومسميين ده تي سودو يوريدين تي لوب. ايه بقى الكلام ده؟ مش احنا في العادي عارفين ان احنا عندنا في الار ان اي 4 نيتروجين بيزس اللي هم ايه السي والجي واليو والاي. طيب بيقول لي ان هنا في الترانسفير ار ان اي في حاجه اسمها موديفايد بيزس، يعني وانا ماشيه كده المفروض ان انا عندي يو في العادي، لا، انا هنا هلاقي في التي ار ان اي اليو دي بدا يحصل لها موديفيكيشنز. بصوا كده على الشكل ده، المفروض ان دي عندي نيوكليوتايد اهي فيها ايه اليوريدين اللي هو اللي فوق ده، وده الايه الشجر. طيب ايه اللي بيحصل؟ اليوريدين بتاعي ده ما بيفضلش في الار ان ايه في كل الاماكن يو زي ما هو، بيحصل له ايه؟ مره يبقى داي هيدرويوريدين. يعني ايه داي هيدرويوريدين؟ يعني كسرت الهيدرو الدبل بوند اللي هنا وحطيت ايه اتنين هيدروجين، فبدل ما هو كان يو خليته يو وفيها اتنين هيدروجين فبسميه ايه داي هيدرويوريدين. برضه في الار ان ايه او التي ار ان ايه بالتحديد بيحصل موديفيكيشن تاني للايه لليوريدين، بيحصل له ايه؟ ممكن الاقي نيتروجين دخلت هنا امينو جروب زياده دخلت على اليوريدين، فبسمي ده مش يوريدين، بسميه سودو يوريدين، يعني يوريدين كاذب، تمام؟ فهو ده بس الفكره في ان انا مسميه اللوبس بتاعه الايه مسميه اللوبس بتاعه التي ار ان ايه على حسب البيزس الموديفايد اللي فيها. يعني هو شريط عادي وماشي فيه بيزس كلها انا عارفاها سي يو ايه اي حاجه عاديه، جه في اللوب ده في الحته دي بالتحديد وبدا يحصل ايه يدخل هنا داي هيدرويوريدين كتير، فسميت ده دي لوب على اسم الداي هيدرويوريدين. العلامه اللي عامله زي الشوكه دي علامه ايه رمز السودو يوريدين، فهي موجوده في اللوب ده فسمى اللوب ده ايه تي سودو يوريدين تي، تمام؟ هنا هو جايب لي التي ار ان ايه هو شكله في الحقيقه مش مفروض كده، هو حاجه شريط ملفوف ومكلكع، هم حاولوا يفردوه ويخلوه بالشكل اللي هو ايه شكل ورقه الشجره ده، لكن هو في الحقيقه عباره عن ايه الشريط الملفوف حوالين نفسه، بيبقى فيه ايه طرف منه هيمسك الامينو اسيد والطرف الثاني فيه ايه ثلاثه انتي كودون، ثلاثه نيوكليوتايدز مكملين للكودونز اللي موجوده على الايه على الماسنجر ار ان ايه. بيجي كل ترانسفير امينو اسيد يقف على الماسنجر ار ان ايه ويسيب الامينو اسيد اللي معاه، يمسك في الامينو اسيد بتاع التي ار ان ايه اللي جنبيه لحد ما يعملوا سلسله الايه البروتين اللي احنا متعودين عليها اللي هي الامينو اسيد. يبقى كل واحد فيهم بيدخل يسلم الامينو اسيد بتاعه، شايفين هنا التي ار ان اي جاي وشايل امينو اسيد، التي ار ان اي جاي وشايل امينو اسيد، اول ما بيجي بيعمل ايه الامينو اسيد بيمسك في السلسله اللي موجوده ويخرج ايه فاضي من الناحيه الثانيه. يبقى التي ار ان اي بيجي بيسلم الامينو اسيد اللي معاه للسلسله عند الريبوزوم ويبدا يطلع هو ايه فاضي عشان يشيل امينو اسيدز جديد. ايه الجدول ده؟ المفروض ان انا عندي في كام نيتروجين بيزس موجوده؟ في عندي أربعة اليو والسي والاي والجي، ده كده أنا إيه لو بتكلم في الماسنجر ار ان اي، أنا المفروض هاخد كل ثلاثة وأعمل منهم إيه؟ كودون. فهيبقى عندي كام كودون؟ لو عملت زي تباديل وتوافيق كده خدت كل واحد حطيته في الأول مرة وفي النص مرة وفي الآخر مرة هلاقي عندي إيه؟ 64 كودون. طيب هل أنا عندي 64 أمينو أسيد؟ أنا عندي كام أمينو أسيد؟ 21 20 مش فارقة، المهم إن هم مش كام؟ مش 64. طيب معنى كده ان انا ال 64 كودون بتوعي دول في منهم كذا واحد بيدوا نفس الامينو اسيد. يعني لو بصينا مثلا على الشمال فوق كده هنلاقي ايه الثلاثه يو واليو يو سي واليو يو اي، دول اول اثنين بيدوا فينايل الانين، ثاني اثنين بيدوا اليوسين، ولو بصيت تحتهم هلاقي اربعه على بعض بيدوا اليوسين ثاني، يبقى في عندي سته كودونز بيدوا نفس الايه الامينو اسيد. يبقى ال 64 دول مش كل واحد فيهم الامينو اسيد مختلف، يبقى ممكن كذا تي ار ان اي بتركيب مختلف يدوني نفس الامينو اسيد، فاهمين؟ يبقى كده انا عندي تي ار ان اي عندي منه اكتر من ايه من عدد الامينو اسيد، لان التي ار ان اي معمول على ايه على حسب الكودونز، مش معمول للايه للامينو اسيد هو واحد هيشيل كل اليوسين اللي موجود، لا،
ممكن يكون تركيب الانتي كودون بتاعه مختلف وبرضه يشيل ايه ليوسين. ده تركيب الايه الريبوزومال او الار ار ان ايه اللي هو بيبقى عباره عن ايه، بيبقى فيه لارج سب يونت وسمول سب يونت، الاثنين دول بيبقوا عاملين زي الايه زي الماشين كبار كده مع بعض، وبيعدي فيهم شريط الايه المسنجر ار ان ايه. يبدا الريبوزوم ده عنده انزيمز تساعد الايه التي ار ان ايه ان هو يتعرف على المكان بتاعه، وتعمل الايه البيبتايد بوندس اللي بين الايه الامينو اسيدز وبعضها عشان يطلع لي البروتين تشين دي. طيب هل الريبوزوم ده، مش احنا دلوقتي بنقول ان ده تركيب الار ار ان ايه، هل كل اللي انا شايفاه الاورنج ده هل ده الريبوزوم كله عباره عن ار ار ان ايه؟ لا، بيقول لي ان هو تركيبه مختلط برضو زي الدي ان ايه كده، عباره عن شريط ار ان ايه او شرايط ار ان ايه مختلفه وداخل معاها بروتين في الاستراكشر بتاعها. يبقى الريبوزوم نفسه عباره عن حاجتين، الار ار ان ايه ومعاه ايه بروتينز، يبقى مش كل دي ار ار ان ايه. تركيبه بقى لو يعني فتحنا في التركيب هنلاقي اللارج سب يونت فيها مش عارف ثلاث انواع من الار ار ان ايه ومعاها مش عارف كام بروتين، يبقى في حاجات كده هتكلكع الدنيا، فهو بس ايه رسمها لي حاجه على بعضها. لكن انا لازم ابقى عارفه ان اللارج سب يونت والسمول سب يونت ما فيهمش بس ار ار ان ايه، لا معاهم كمان ايه بروتين في الاستراكشر. طيب هنا بس بيوريني ازاي الدي ان ايه هيوصل ان هو يتحول لايه للبروتين. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. طيب دي حاجه انا عايزاكم انتوا تقولوها بقى، ايه الفروقات اللي احنا قلناها في الشرح كلها بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ طب نمسك حاجه حاجه، اول حاجه هو كام ستراند؟ دي ان ايه دبل والار ان ايه سنجل. طب بالنسبه للشجر الدي ان ايه في ايه؟ والار ان ايه في ريبوز والدي ان ايه في ديوكسي ريبوز. بالنسبه للبيزس ايه اللي موجود؟ هنا في تي وهنا في يو، تمام. طيب عايزين نزود بس ايه يعني كام كلمه تانية عشان لو جت المقارنه نبقى ايه نقول فيها حاجه زياده. بالنسبه للطول هل الدي ان ايه اطول ولا الار ان ايه؟ طيب ايه الفانكشن بتاعتهم؟ احنا قلنا الدي ان ايه وظيفته ايه؟ ان هو شايل الجيناتيك انفورميشن، عنده الجينز بتاعتنا. طب الار ان ايه دوره في البروتين سنس. الحاجه الاخيره بيقول لي ان الدي ان ايه دايما بيبقى مور ستيبل، يعني الدي ان ايه بتاعي هو اساس الخليه، فمش منطقي ان انا اخلي اي انزيم او حاجه معديه تكسره،
يبقى هو ملفوف ومعمول كويس عشان يفضل ايه يحافظ عليه، لان لو حصل اي ميوتيشن في الدي ان ايه هتحصل مشكله. لكن الار ان ايه انا بعد ما خلاص صنعت البروتين او حاجه ممكن الماسنجر ده يتكسر، الريبوزوم تتكسر، كل الحاجات دي ايه بتتصنع وتتكسر تاني. لكن الدي ان ايه بتاعي لازم يبقى مور ستيبل، بيقاوم اي انزيماتيك ديجراديشن واي ايه تغيرات في الخليه، الخليه تعرضت لحراره عاليه، الحاجات بيبقى في حاجات تحمي الدي ان ايه. هناخد دي ان شاء الله في اخر شابتر ايه ايه الفاكتورز او ايه الحاجات اللي بتحميه، ولو حصل مشكله للدي ان ايه ازاي الميوتيشن بتاثر. وكمان الدي ان ايه لو حصلت فيه مشكله في انزيمز مخصوص جوه الخليه تعمل له ريبير بيرجع يتصلح تاني، لكن الار ان ايه لا بيحصل له ديجراديشن وبنتخلص منه.